السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء، الدارجة المغربية مبروك عواشركم، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا عيد الأضحى بالفرج والتيسير والرزق لكل ضعيف وفقير مسلم، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يهدي أغنياء المسلمين كي يحسنوا إلى فقرائهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فأسرعوا وبادروا يا أيها المسلمين، يا أيها المؤمنون، إلى الخير والإحسان، لأن الله عز وجل يحب المحسنين ويحب أهل الإنفاق، لأنه سبحانه إذا أنفقت على المسلمين ينفق الله عليك من خزائنه وفضله وجوده وكرمه الذي لا ينفذ ولا ينقطع. قد تعطي اليوم ويعطى لك غدا، وقد تكون فقيرا ويعطونك الناس من أرزاقهم، وقد تعطي غدا وتصبح أنت محسنا. فبادر واجتهد لكي تدخل الفرح والسرور على الناس في هذه الأيام المباركات. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بذلك بشيء. فالله الله في الإحسان في هذه الأيام المباركات، الله الله الإنفاق في هذه الأيام المباركات. ما نقص مال عبد من صدقة، أحسنوا لكي يحسن الله إليكم، تصدقوا كي ينفق الله عليكم، لأننا نمر بأزمة لا يعلم بها إلا الله، ولكنه أملنا الوحيد جل وعلا فيه، فهو الكريم. ركم من إنسان لا يرضى ونفسه كما نقول في أنفه أن يقول للناس: أعطوني أو لم تعطوني. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فبادر واجتهد وافتش أين تضع صدقتك وأين تضع إنفاقك، فمنهم من لا يستحق الكبش ولا غيره، ومنهم من يأخذ عدة أكباش وأنت لا تدري. فابحث بالتدقيق هل يستحقها أم لا، ولكن النية الحسنة يجزيك الله عليها. فما عليك إلا أن تحسن وتنفق على المسلمين في هذه الأيام، وفرحهم كي يفرحك الله جل وعلا، لأن نيتنا جميعا وهو: فصلي لربك وانحر. نصلي لله، ننحر لله، ونفرح كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من الناس الذين يدعون يقولون بأننا لا يجوز لنا أن نفرح، بل الفرح واجب والسعادة والطمأنينة واجبة في ديننا. عيد الأضحى وعيد الفطر، فمتى سنفرح إن لم نفرح في هذين العيدين المباركين؟ فلأمته صلى الله عليه وسلم عيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر. فأضحى علينا وعليكم مبارك،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح كل أسرة فقيرة مسلمة بكبش أو غيره، وأن يحرك الله جل وعلا قلوب أغنيائنا حتى ينفقوا على فقرائنا، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فإن شاء الله جل وعلا عند الذبح نقول بسم الله الله أكبر، اللهم إنه منك ولك، اللهم تقبل مني، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي. وقد تسميهم الواحد تلو الآخر، وإن كانوا كثر تقول عني وعن أهل بيتي وعن الأحياء والأموات. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا وينفس كروبنا ويرفع عنا البلاء والوباء والغلاء، إنه سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.